مرحبا، يعطيكم العافية. جاسر مصطفى وفيديو جديد عن موضوع الوظيفة والتوظيف وغيرها، واللي اصلا مأخوذ من الكومنتس اللي حكينا انه احنا راح نصير نقرأهم ونشوف ايش الناس محتاجة تعرف مواضيع. اذا لسه مش عامل اشتراك في الشانل فاعمل اشتراك في القناة، فعل خاصية الجرس، اعمل لايك للفيديو حتى ينتشر بصورة اوسع للناس، واذا بتشوف انه مفيد اعمل له شير وابعته لاصدقائك، ويلا نبلش. مرحبا جميعا، يعطيكم العافية. في الفيديو الماضي حكيت عن موضوع جدا مهم وعن نقاط جدا مهمة انك انت لازم تفكر فيها قبل ما تبلش تفكر حتى ايش الوظيفة اللي انت بدك تدور عليها، والمكان اللي انت بدك تدور فيه على الوظيفة، ايش حيثيات الوظيفة اللي انت بدك تفكر انك انت تقدم لها. وحكيت كمان ايش هي النقاط اللي بتدعمك سواء هلا او بعدين لحتى انك انت تقدر تطور من حالك دائما، لحتى انت تصير الشخص المطلوب، لحتى انك انت تقدر تروح لأي وظيفة انت حابب انك انت تروح عليها. وفي الفيديو حكيت انه ضيفوا لي في التعليقات ايش هي الافكار اللي انتم حابين نحكي لكم عنها، ايش هي المواضيع اللي حابين انا اطلع واحكي فيها عن مواضيع بتهم الشغل والوظيفة والى اخره. وفيديو اليوم عن واحد من هاي التعليقات، وكان من صديقنا منيب عساف، وكان صراحة موضوع جدا مهم من المواضيع اللي دائما بتنسأل، وخاصة من الناس اللي خليني أحكي حديثين تخرج، أو من الناس اللي جديد دوروا على شغل، أو من الناس اللي دائما بحكي لك أنا الطلب تبعي يعني بالرفض، أو ما حدا بيحكي معي أو الآخرين. فيديو اليوم فيديو كثير مهم، وهو عن موضوع الكفر لتر اللي أنت لازم ترفقها مع الإيميل تبعك لما تبعت السي في تبعك أو البورتفوليو تبعك أو إيميل التوظيف للشركة اللي طالبة مثلا موظفين، او للشركة اللي انت حاب انك انت تشتغل فيها. هو موضوع جدا مهم، وخلينا نشوف مع بعض ايش هي النقاط المهمة في هذا الموضوع. يلا. مرحبا مرة تانية، فيديو اليوم فيديو الكفر لتر، فكرة واقتراح صديقنا منيب عساف على تشانل على اليوتيوب. اولا خلينا نعرف شو يعني الكفر لتر. طبعا هي لها اسماء عده، هي اسمها الكفر لتر او كفرج لتر او لتر اوف كفر او موتيفيشنال لتر او موتيفيشن لتر او لتر اوف موتيفيشن او انتدكشن لتر. لها كثير اسماء انت ممكن تسمعها في سوق العمل لما انت تقدم على وظيفه. هذه اللتر هي عباره عن، خلينا احكي، رساله تحفيزيه او تعريفيه او خليني احكي تشجيعية للشخص اللي انت باعت له هذا الايميل لحتى يشوفه، اللي هو ايميل التوظيف. في هاي اللتر لازم انت طبعا تعرف عن حالك، لازم تعرفه انك انت شخص بالوظيفة الفلانية وقدم على الوظيفة الفلانية وعندك بلا 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 من المهام والى اخره. خلينا نبلش فيهم واحدة واحدة. في هذا اللتر انت لازم تعبر فيها عن حالك وعن مهامك وعن، خلينا نحكي، خبراتك والى اخره. وبالعاده بتنبعث هذه الرساله مع ملف ثاني اللي هو بنسميه السي في او السيره الذاتيه او البورتفوليو او ملف سابقه الاعمال او الى اخره. خلينا نشوف ايش هي انواع الكفر لتر اللي انت لازم تلتزم فيها واللي انت ما لازم تقرب عليها، واللي لازم تلتزم فيها ايش هي النقاط اللي لازم تشتمل عليها هاي الرساله. طبعا في انواع كثيره من الرسائل التعريفيه اللي الناس بتغلط وبتبعتها مع الايميل، وللاسف بيكون مستغرب انه ما حدا فتح الايميل تبعه. طبعا في اخطاء كثير شائعه بين الناس اللي بيبعتوا ايميلات التوظيف للناس اللي راح توظفهم، ومن اهم هاي الاخطاء اللي يمكن الواحد ما بينتبه لها اللي هو اصلا ببعت الايميل بدون اساسا كفر لتر. وهون بيكون المعضله. ليش؟ لانه ممكن تكون انت الشخص اللي 100% مؤهلاتك مطلوبه، وممكن تكون انت الشخص اللي 100% السي في تبعتك صحيحه وبروفيشنال وبتشد الناس، وممكن تكون انت الشخص اللي احكي لك فيش غيرك لهي الوظيفه وانت الشخص اللي احنا قاعدين ندور عليه، لكن تروح تبعت لي الايميل بدون كفر لتر، تخليني انا اصلا احس انك انت مهتم في الوظيفه، او تخليني اصلا احس انه انت باعت هذا الايميل سبيسيفيكلي لهاي الوظيفه او الى اخره. فموضوع انك تبعت الايميل بدون كفر لتر خلينا نشطبه تماما من بالك او من بالك كحدا متقدم لوظيفه وحاب انه يشتغل فيها، وحاب انه تخليني انا افتح السي في تبعك واتشجع اني انا اقراها، بس لازم تكون رساله تخليني افتح هذا الايميل.
شغلة ثانية كتير ضرورية، أكيد مش أنت الشخص الوحيد اللي مقدم لهاي الوظيفة، وأكيد في غيرك مليون حدا مقدم لهاي الوظيفة، وأكيد ما عندي وقت إن أنا أفتح مليون إيميل لحتى أنا أختار شخص واحد لوظيفة واحدة أو شخصين لوظيفة واحدة أو إلى آخره. فالفكرة في الموضوع إن لازم يكون في إشي في إيميلك يخليه مميز، إنه أنا بدي أفتح هذا الإيميل وأشوف هل هو هذا الشخص فعليا زي ما انعكس على اللتر الموجودة ولا لا. إذا يس سو أنت فرصتك راح تصير كبيرة، إذا نو أتليست أنا فتحت الإيميل تبعك، فاهتم كثير في الكفر لتر اللي أنت راح تبعتها. طيب خلينا نعرف شو هي أنواع الكفر لترز اللي ممكن الناس تبعتها واللي ممكن أنها تستخدمها أو ما تستخدمها في الإيميلات. أول واحدة أنا أحب أحكي عنها اللي هي الإمتي كفر لتر. الإمتي كفر لتر هاي قاتلة، واللي هي ممكن فعليا تكون رسالة فاضية أنت بعت بس إيميل فيه سي في، او انك انت باعت الاشي اللي انا بسميه قصائد الشعر اللي انا مش مهتم اني انا اصلا لا اقرأهم ولا عندي وقت اني انا اضيعه علشان انا اقرأ هذا الايميل. وباي ذا واي انا مش اتش ار مانجر ومش حدا مسؤول عن التوظيف، لكن في الديبارتمنت اللي انا بشتغل فيه كاركتكت او كبروجكت مانجر او كتيم ليدر او كبيم مانجر، انا مسؤول عن مراجعة السي فيز اللي تكون موجودة. فحتى لو مش الـ HR manager هو المسؤول عن التوظيف، مش بالضرورة أن يكون هاي من الأساسيات، لأنه والله الـ HR manager هو اللي راح يشوفها، لا هو الشخص اللي راح يفتح الإيميل معني في التوظيف هو اللي بده يشوف هاي الكفر لتر. فقصائد الشعر بليز نبعد عنها لأنه ما راح توظفك. النوع الثاني اللي أنا ما بحب أنك أنت تستخدمه الـ copy and paste cover letter، واللي هي أنا فعليا بسميها سرطان إيميل العمل. ليش سرطان إيميل العمل؟ لأنها تنتشر بطريقة كثير عشوائية وغير منظمة، وأنت أصلا مش قارئ شو المحتوى اللي فيها، يمكن بس غيرت الاسم الموجود فيها، ويمكن كمان تنسى أصلا تغير شو الاسم الموجود فيها. والفكرة في الموضوع أنه أنت لازم تكون عارف أنه الناس اللي بتجي لهم إيميلات التوظيف هدول قارئين إيميلات التوظيف بعدد شعر راسك، أو قارئين cover letters بعدد شعر راسك. سو ما تدخل على جوجل تكتب architect cover letter أو architectural position cover letter أو whatever، يعني whatever وظيفة تشتغل فيها وتروح تجيب ليها من جوجل، لأنه أكيد 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 قارئينها قبلك. شغلة ثانية، ما يجي واحد يحكي لك أنا عندي الكفر لتر تبعي professional سو سوي زيها أو خدها أعملها copy paste. ما أنا architect وأنت architect، أنا interior designer وأنت interior designer، أنا محاسب وأنت محاسب أو whatever. لا أكيد 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 انقرأت كمان من كثير ناس، لأنه ممكن احتمال أنكم تبعتوا لنفس الشخص. فأنا بحب أن أنا أشوف أنت كيف تحكي بالكفر لتر، مش صاحبك كيف حكى في الكفر لتر ولا جوجل شو الكفر لتر اللي طلع لك إياها. سو ابعد عن سرطان إيميل العمل واللي هي copy and paste cover letter. وباي ذا واي هاي الكوبي اند بيست كفر لتر هو اول ما تقرا اول كلمتين فيها، اي حدا معني بالتوظيف اول ما يقرا اول كلمتين فيها راح يعرف مين اللي كتبها ومن وين جابت هاي الكفر لتر، ومش راح كمل قراءتها اساسا لانه هو اصلا مرت عليه 3000 مره قبل هيك. فانا اذا واحد اصلا جايب لي كوبي اند بيست في الكفر لتر اللي هي مدخله للوظيفه اللي هو بده يشتغل فيها، كيف بدي أأمن له للبروجكت اللي هو بده يكون المانجر تبعه او الحدا اللي بيشتغل فيه او الحدا المسؤول عن تسليمه او الحدا المسؤول عن كتابه الردود تبعت الاسئله او الار اف ايز او وات ايفر الشيء الايميل اللي بيجي عن هذا المشروع. سو بليز التزم بانك انت تكون كاتب الكفر لتر تبعك، لانه ما في حد احسن منك يكتب عنك. الايموشنال كفر لتر، كون متأكد وكوني متأكدة انه انتو مش عم تبعتوا الايميل لا لخالتك ولا لخالتك ولا لأخوك ولا لأختك ولا لأخوكي ولا لأختك ولا لحدا مهتم يعرف ايش الاشياء اللي بتحزنوا عليك عشانها راح يعطيك الوظيفة. كون متأكد انه اول ما يكون سبب ارسال الايميل في الكفر لتر يمس المشاعر بحزن، انت محتاج للوظيفة بشكل كبير لانه عندك 3 اخوان وانت بتصرف عليهم واخوانك راح ينفصلوا من الجامعة، الشخص مش مهتم يعرف هاي القصة اساسا، وكون متأكد انه هو ما راح يتأثر بهذا الموضوع اساسا، هو بدور على شخص يشغل هاي الوظيفة قادر على القيام بالمهام الموجودة في هاي الوظيفة، وبدور على شخص بيحكي في مهام هاي الوظيفة تحديدا، ما بهمه مهامك الثانية الموجودة في الحياة، ويمكن اصلا بكون يدور اساسا على شخص ما عنده اي مشاكل في الحياة علشان ما يصير في عليه أي تشويش في الوظيفة اللي هو بده يشتغل فيها، وما يكون إيموشنال حتى في الشغل تبعه، بده يكون بروفيشنال في الشغل اللي هو جاي يعمل لنا إياه في الشركة. سو بليز خلينا نبعد عن الإيموشنال كفر لترز. وهون خليني أنتقل دايركت للكفر لتر اللي أنت بدك تلتزم فيها واللي أنت بدك تحاول إنك أنت تغطيها واللي أنت دائما لا تبعت إيميلك بدونها، واللي هي بروفيشنال كفر لتر. شو هي البروفيشنال كفر لتر؟ خلينا نشوف مع بعض.
هذه هي النوع من الكفر ليترز اللي احنا بندور عليه واللي احنا بدنا اياه واللي احنا بدنا الشخص اللي بيكتب هاي الكفر ليتر اللي هي بروفيشنال كفر ليتر. اول نقطه بدك تخليها في بالك دائما لما تكتب الكفر ليتر تبعك انك انت توجه هذه الكفر ليتر للشخص المعني. يعني ما بينفع تدخل في الكفر ليتر دايركت وانت بعتها لاي حدا او لاي شخص، هذا الموضوع مش بروفيشنال. انت لازم تحط دير مستر احمد، دير مس ساره، دير ريسبكتد ريكروتينج مانجر، وات ايفر الشخص اللي انت عارف انك انت موجه له هاي الرساله. هلا اذا انت موجهها لتسي لايميل انفو ات وات ايفر الشركه دوت كوم، سو انت بتحط له دير ريسبكتد دير ريكروتر او دير ريكروتينج مانجر وات ايفر ديسكربشن تبع البوزيشن تبع الشخص المعني في هذا التوظيف، سنس انك انت مش عارف لمين بعتها. واذا عارف الشخص بليز وجه له الرساله للشخص نفسه. طبعا النقطه الثانيه اللي كثير ضروريه اللي انت بدك تهتم فيها واللي هي اساس الكفر ليتر، انك انت بدك تعرف عن نفسك. I am جاسر مصطفى. I am an architect. تذكر له انت اصلا وين. I am an architect based in عمان, based in قطر, based in دبي, based in whenever or wherever, sorry, المكان اللي انت موجود فيه specifically اذا كانت الوظيفة بنفس البلد اللي انت تشتغل فيها. اما اذا كانت الوظيفة في بلد ثاني، انت مثلا موجود في الاردن، الوظيفة let's say في دبي او في قطر او في كندا او في امريكا او في wherever المكان الموجود فيه، بدك تحدد له انك انت شخص مهتم في هاي الوظيفة. I'm interested to join هاي الوظيفة و I have no problem relocate مثلا، او I am interested to relocate in order to join your team. So انت بتبين له انه انت ما عندك مشكلة انك انت بدك تروح وتغير مكان السكن او مكان معيشتك من الاردن لاي بلد تاني موجود في هاي الوظيفة، بدك تبين له انه you have no problem to work في هذا البلد اللي انت رايح عليه. I am able to work in قطر مثلا او دبي او whatever البلد الموجود في هاي الوظيفة. سو بدك تعرف عن نفسك كشخص، بدك تعرف عن نفسك كوظيفة، بدك تحكي له انك انت موجود في البلد اللي فيها الوظيفة او ما عندك مشكلة انك انت تروح على المكان الموجود في هاي الوظيفة. وهاي من اهم الاشياء طبعا specifically او خلينا احكي specially في الوظائف اللي في بلدان خلينا احكي multi nationalities زي دول الخليج او البلدان اللي بتكون معلنة international vacancy انك انت راح تروح تشتغل في بلد او راح تضطر تغير مكان معيشتك في اكثر من مرة بالنسبة لهاي الوظيفة. قبل ما نوقف الفيديو حكينا انه انت لازم تعرف عن نفسك، وحكينا شو يعني لازم تعرف عن نفسك. نيجي لنقطة جدا 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 مهمة، انك انت لازم تذكر اهتمامك بالوظيفة تحديدا اللي انت عم بتقدم عليها. ما بينفع تقدم هيك out of nowhere ولا اشي، لازم تكون عم تقدم على وظيفة معينة. I am interested to join your team as an architect, as a team leader for the architecture department, as a design manager, as a BIM manager, as a project manager, as an accountant, as a general manager, deputy general manager, whatever الوظيفة اللي انت مقدم عليها لازم تذكر انك انت interested، انك انت عم بتقدم على هاي الوظيفة وانك انت جاهز للقيام بمهام هاي الوظيفة. I am highly or really interested to join your esteem team as or whatever الوظيفة اللي انت عم بتقدم عليها. ويا ريت يا سلام لو ذكرت اسم الشركة. I am highly interested or I am interested sorry I am interested to join مثلا جاسر's company or your company, your esteemed company team, whatever الشركة اسمها. So please حاول انك انت تكون straight to the point that you are joining had position في هاي الوظيفة في هاد التيم في هاي الشركة. هون انت بتكون اكيد مقدم لهاي الوظيفة لهاي الشركة، وراح يكون احسن الريت تبع الكفر لتر تبعك لحتى يقدر انه يشد الشخص يفتح الايميل تبعك ويشوف ايش محتوياته. طبعا ما بدك تنسى تذكر لي ايش عدد سنوات الخبرة تبعك. يعني I am an architect with let's say IOPTA working in Qatar with 6 years of experience working in the field of الوظيفة اللي انت راح تشتغل فيها. وبعديها النقطة اللي بعدها اللي كثير مهمة، انك انت بدك تذكر لي ايش المهام والخبرات والبروجكتس اللي انت اشتغلت عليهم في هاي الوظيفة. During my experience I have worked on
1 2 3 4. ايش هي المهام اللي ماتشنج الوظيفة اللي انت رايح تشتغل عليها؟ ويا سلام اذا انت كنت عارف ايش المهام تبع الوظيفة اللي انت رايح عليها. مثلا عارف انه انت رايح تشتغل as a BIM manager في project, let's say هو بالفيلد تبع الكونستراكشن حاليا, في الفيز تبع الكونستراكشن, وانك انت بدك ترفع let's say الموديل من level of development 200 او 300 level of development 400, وبعدها توصله level of development 500 ويدخل في facility management. انا عم بحكي عن ايش شوي في الانجينيرينج. So إنه I have worked in X project, what is the project, as a BIM manager with the tasks of developing the project from the LOD 300 phase into the LOD 400 phase and finally to reach the LOD 500 phase and product or produce the facility management model. هون انت بتكون يعني زي كأنك عم تحكي له انا جاي اشتغل في الوظيفة تبعتك لانه انا الشخص اللي عامل هاي التاسكس من قبل, وانا الشخص اللي انا عارف شو بدي اسوي, وما رح لا انا ولا انت نتغلب مع بعض, وديفينتلي رح اسلم لك البروجكت تبعك زي ما انت بدك وزيادة. ويا سلام لو مش كثير الناس اللي فاهمين بالفيلد اللي انت بتشتغل فيه, هون انت بتكون الشخص اللي عن جد هو بدور عليك. سو اكيد رح شوف السي في تبعك ورح يحكي معك ويقول لك تعال خلينا نشوفك. طبعا من الاشياء الكثير مهمه اللي بتلفت النظر انه اذا لك موقع الكتروني خاص فيك انت معتبره بورتفوليو تبعك مثلا, فانت ترفقه بالايميل. اذا لك مثلا لتسي ملفات تعريف شخصيه على المواقع التواصل الاجتماعي اللي هي مختصه في التوظيف زي لينكد ان مثلا, البيهانس وغيرها من الاشياء اللي حكينا عليها بفيديوهات ماضيه, فضروري انك انت ترفقها. اذا لك مثلا اشياء على السوشيال ميديا لها دخل بالوظيفه, يعني ما تحط لي الفيسبوك تبعك انت ما له دخل بالوظيفه, إلك صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي أنت نشيط فيها بالمهنة, فأرفقها زي الفيسبوك, إنستغرام, التويتر, اليوتيوب, whatever البلاتفورم اللي أنت متعود أنك أنت تتعامل مع حيثيات وظيفتك ومهنتك عليها, وهي خليني أحكي work based platforms, ضيفها وارفقها, ما تترك ايميلك بدونها, لانه اكيد اذا شاف الايميل بشد راح يروح يشوفها. وهناك انت لعبتك انك انت شخص عن جد نشيط هناك وعن جد شاطر هناك وعن جد عم تبرز مواهبك في هاي البلاتفورم. سو جو اهيد وارفقها في الايميل تبعك. وبالاخر اكيد بدك تختم الايميل او الكفر لتر تبعك انك انت تحكي له انك انت كثير انترستد انه تو جوين هاي الوظيفه مره ثانيه, وانك انت عم حاول انه انا حابب انه احنا نرتب لموعد سوري لموعد قريب لحتى احنا نناقش اكثر عني ونناقش اكثر عن الوظيفة ونناقش اكثر عن المهام والتاسكس المطلوبة مني في هاي الوظيفة. وتحط له definitely warm regards and thank you, تشكره على انه هو اخذ من وقته فعليا وشاف الابليكيشن تبعك. سو هيك انت بتكون شملت اغلب النقاط اللي مهمه في الكفر لتر. والنقطه اللي جدا 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 مهمه, اختصرها قد ما تقدر, ما تخليها طويله لانه يا اما راح يزهق وما راح يكملها, يا اما اصلا مشوفها كبيره ما راح يفتحها لانه ما عنده وقت انه هو يشوفها, لانه حكينا مليون الف واحد نقدم للوظيفه. سو حاول تختصرها as much as possible. النقطه الخفيه اللي الناس شوي بتنتقدها وانا بالنسبه لي ما بنتقدها, اذا كان في ريكومنديشن من شخص معين هو حكى لك انه انا حكيت مع فلان وقلت له انه في مثلا جاسر شخص شاطر وبعت له وقول له انك من طرفي, ديفينتلي هاي مش واسطة فعليا, مش واسطة, هو بس حكى انه انت شخص شاطر قابله واعرفه او شوف البورتفوليو تبعه وشوفه اذا مناسب للوظيفة او لا. هون اذا انت عم تبعت للشخص تحديدا اللي هو حكى لك عنه, انا بنصح انك انت تحط او تذكر انه انت اللي recommended by X من الناس, وانك انت هاد حكى لك انه في جوب فيكنسي لهاي الشركة انت ممكن تقدم عليها لانك انت الشخص المناسب مش لانك تعرف فلان. هدول كل النقاط اللي انا بدي احكيهم عن الكفر لتر, بتمنى ان اكون انا غطيت كل هذا المواضيع المهمه في الكفر لتر. اذا حدا عنده مواضيع ثانيه ممكن نحكيها عن هذا الموضوع, يا ريت انه احنا نحطها بالكومنتس لحتى احنا نقدر نحكي عنها في الفيديوز الجاي. اذا ما اشتركت في القناه فاشترك في القناه, لانه اي ثينك انه المواضيع اللي احنا عم نحكيها هي مهمه لكل الناس اللي بتدور على شغل او الناس اللي بتشتغل وراح تدور على شغل او حتى الناس اللي بتوظف لوظيفه معينه. سو اعمل لايك, اشترك في القناه, ويا ريت اذا انت بتحس انه هذا الفيديو راح يكون مفيد لاشخاص معينين اعمل شير لهذا الفيديو وابعته للناس الثانيين. شكرا لكم, يعطيكم الف عافيه, بشوفكم في فيديو ثاني.